جميعنا نعرف بعض الحيوانات الخطيرة مثل الأسود والنمور وغيرها من الحيوانات المفترسة، لكن هل تساءلت يوماً ما هو أشرس حيوان على كوكب الأرض؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا المقطع، وسنبدأ بالتدريج من الأقل شراسة لنصل إلى أشرس حيوان في العالم. وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الإعجاب بالمقطع، فهذا أكبر دعم تقدمونه لنا. هيا بنا. فرس النهر. قد يندهش البعض من إدراج فرس النهر ضمن أشرس الحيوانات لأنه بطبيعة الحال حيوان عاشب، إلا أنه بالفعل حيوان شرس وعدواني، خاصة عندما يتعلق الوضع بحماية مناطقه الإقليمية. فهو بأسنانه الضخمة الحادة وسرعته الكبيرة التي تصل إلى 30 ميلا في الساعة، ووزنه الذي قد يصل إلى 10,000 باوند، أي ما يعادل 545 كيلوغراما، يتسبب في مقتل 3,000 إنسان كل عام. وفرس النهر مشهورة بعراقها مع الحيوانات المفترسة مثل التماسيح والأسود. قرد البابون. تعد قردة البابون من أشرس الرئيسيات، وهي أعلى رتبة من طائفة الثدييات. تتنازع ذكور البابون فيما بينها على سيادة المجموعة، وهي عنيفة مع الإناث التي يكون حجمها نصف حجم الذكور، كما أنها لا تتوانى عن ملاحقة أعدائها وقتلهم عند الإمساك بهم. تمساح المياه المالحة. يعيش تمساح المياه المالحة كما يدل اسمه في المياه المالحة، وهو أكبر الزواحف البرية الحية. تموه تماسيح المياه المالحة نفسها جيداً وتنصب كميناً لفريستها للتمكن من شن هجوم مباغث، وهي مشهورة بمهاجمتها أيضاً للبشر. المامبا السوداء. أفعن سامة لونها بني، إلا أنها تسمى بهذا الاسم بسبب لون بطانة فمها من الداخل والتي تكون سوداء، وهي أسرع أفعن في العالم وأطول أفعن سامة في أفريقيا وثاني أطول أفعن سامة في العالم، وهي عدوانية وشرسة إذا شعرت بالتهديد، كما أنها شديدة السمية، فهي تنتج أحد السموم التي تهاجم الجهاز العصبي. وتتمثل عدوانية هذه الأفعى في أنها لا تكتفي بلدغ فريستها مرة واحدة، بل تلدغها مرارا وتكرارا، وفي كل مرة تحقن في جسم فريستها كمية كبيرة من السم. تعد المامبا السوداء سبباً لوفاة 20,000 إنسان سنوياً. قرش الثور. تعد أسماك القرش من الحيوانات البحرية الخطيرة ومن أخطرها على البشر، تحديداً سمك قرش الثور وسمك القرش الأبيض العظيم وسمك قرش النمر، إلا أن قدرة قروش الثور على العيش في المياه العذبة والمياه المالحة في الوقت ذاته وتفضيلها للمناطق الضحلة ذات الكثافة السكانية العالية مثل الشواطئ الاستوائية يجعل منها في رأي العديد من خبراء أسماك القرش الأكثر خطورة في العالم. يسمى قرش الثور بهذا الاسم بسبب أنفه القصير المسطح وعدوانيته وبدء هجومه على فريسته بضربها برأسه، ويمكن لهذا القرش أن يأكل كل ما يراه تقريبا، فهو يأكل الدلافين والأسماك وأسماك القرش الأخرى والبشر كذلك. الغوريلا. من الواضح أنه من الممكن مقابلة الغوريلا، ولكن غوريلا أتيمبرو تتعامل بعناية مع البشر على مدى سنوات عديدة، وكان كل المعنيين يعرفون كيفية التعامل معهم باحترام وفي ظروف مختلفة كذلك. يمكن أن تكون الغوريلا خطيرة حقاً، وهناك مخاوف بشأن المخاطر المحتملة على السياح وغيرهم ممن قد يتعاملون مع الغوريلا، بالرغم من أن الغوريلا دائماً ما تكون طيبة مع الناس، إلا أنها ستكون خطيرة جداً وقاتلة إن تعرضت للخطر من أي كائن على وجه الأرض. والأسد وعضات الكلاب. وهو في الوقت ذاته فضفاض يسمح للغرير بالحركة بحرية كاملة داخله، مما يمكنه من الالتفاف وعض حيوان يمسك به من الجهة الخلفية لعنقه، وفوق كل هذا له غدة خاصة عند قاعدة ذيله تمكنه من إنتاج رائحة كريهة عند شعوره بالخطر. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقطع. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات حتى تتوصلوا بكل ما هو جديد يوميا. إلى اللقاء.